السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنافر 2024، أنا زميلتكم نور الحاج عيد، سنة ثالثة من دفعة قديم ومن لجنة طب الأسنان. إن شاء الله اليوم رح أكون معكم في شرح الكمبيوتر سكيلز اللي هي مهارات الحاسوب لامتحان المستوى. بداية هيك يعني أول موضوع رح نحكي عنه هو introduction عن الكمبيوتر وأشياء أخذناها أصلا بالمدرسة، هيك حنعملها ريكاب سريع ونفهم معنيها على السريع. يعني رح نبلش يعني نحكي معلومات نوعا ما متفرقة في الموضوع الأول، وحنحكي عن definitions وتعريفات بسيطة. أول إشي رح نحكي عن إشي اسمه CD room. شو هي CD room؟ هي عبارة عن CD اللي إحنا منجيبه، يعني CD اللي إحنا منشتريه ومنخزن عليه معلومات، هاد بسميه CD room، وهو بيكون stands for the compact disc read only memory. هيك اسمه compact disc، يعني فقط إيش بيعمل؟ you can read but you can't change the data inside it. شو يعني؟ يعني إحنا فقط بقدر إني أنا أحطه في الجهاز، أحطه في الكمبيوتر، بقدر أشوف المعلومات اللي بداخله، أقرأها، أطلع عليها، سواء كان فيديو، كان لعبة إلى آخره، لكن ما بقدر إني أنا أعدل عليها، ما بقدر إني أنا أغير فيها. طيب هذا هو CD ROM. طيب الكنترول يونت اللي هي CU بسموها، is the unit that controls and coordinates all other computer. شو يعني؟ يعني هي خلينا نحكي وحدة التحكم في الجهاز، اسمها الكنترول يونت، بتتحكم وبتنظم كل الأمور اللي داخل الكمبيوتر. طيب رح نحكي عن الفاكتورز to consider when you buy a computer. شو العوامل اللي هي الفاكتورز اللي أنا لازم أخذها بعين الاعتبار لما أنا بدي أشتري كمبيوتر؟ أول إشي بدي أعرف أو لازم أخذ بعين الاعتبار size of the RAM, the speed of the CPU, and size of the hard disk. طبعاً ما فهمنا إشي. size of the RAM، الرام اللي هي رح نحكي عنها طبعاً لقدام، بس بدنا نعرف إنه size of the RAM، الرام اللي هي بسموها primary memory اللي هي ذاكرة الجهاز، لكنها الذاكرة الأولية للجهاز أو main memory اللي هي خلينا نحكي الذاكرة الرئيسية للجهاز. فحتى مرات بجوز كتير بنسمعها لما نيجي نشتري جهاز تليفون إلى آخره، بحكي لك إنه والله حجم الرام في كذا كذا، فلازم أخذ بعين الاعتبار الرام اللي هي تقريباً الذاكرة سعته. خلينا نحكي the speed of the CPU. CPU اللي هو central processing unit. Central processing unit اللي احنا كنا زمان نسميه الكيس، اللي هو بيكون مركز وحدة معالجة للكمبيوتر، يعني كل العمليات يتم معالجتها في CPU وبعدين تطلع لنا على الشاشة. لازم اخذ في عين الاعتبار سرعة CPU، هل تتم معالجة المعلومات بطريقة سريعة ولا لا. طيب نحكي برضو كمان لازم ناخذ في عين الاعتبار size of the hard disk، برضو كمان رح نحكي شو هو الهارد ديسك، فخلينا نأجل موضوع الهارد ديسك لقدام شوي. طيب هلا الاند يوزر، شو هو الاند يوزر؟ اللي هو المستخدم الاخير. المستخدم الاخير اللي هو احنا يعني. طيب كيف يعني المستخدم الاخير؟ يعني is used to describe the people who use computers to perform information processing tasks. يعني الشخص اللي بيستخدم هذا الجهاز بيستخدم بقدم ال information processing tasks، يعني الأشياءات ال خلينا نحكي يعني بيقوم بمعالجة المعلومات. كيف يعني بيعالج المعلومات؟ يعني المعلومات يعني وضعت داخل الجهاز، أنا بقوم بتطبيق الأشياء اللي مطلوبة مني، اللي يعني خلينا نحكي إنه اللي تمت معالجتها داخل الجهاز. خلينا نحفظها هيك، إنه هذا المصطلح يستخدم للأشخاص اللي بيستخدموا الكمبيوتر عشان يقوموا بinformation processing tasks، يعني خلينا نحكي واجبات معالجة المعلومات. طيب السوبر كمبيوترز، عندي مصطلح لازم أعرفه، إيش اسمه سوبر كمبيوترز وإيش اسمه مايكرو كمبيوترز؟ هاي عندي هون، خلينا هيك نمحيها. عندي السوبر كمبيوترز وفي عندي شيء اسمه مايكرو كمبيوترز. طيب السوبر كمبيوترز هي أجهزة أصلاً تستخدم largest computers، يعني هي أو خلينا نحكي إنها large computers، يعني هي أجهزة كبيرة جداً، كبيرة. لإيش تستخدم؟ used mainly for research، تستخدم للأبحاث، بيعملوا فيها أبحاث، هاي بسميها سوبر كمبيوترز. في عندي هنا هيك نفشي على هدول شوي نرجع لهم. المايكرو كمبيوترز اللي هي الأجهزة الصغيرة، بحكي إنها تقسم إلى قسمين، تقسم إلى إيش اسمه بروتابل اللي هي الأجهزة النقالة أو المحمولة، وديسكتوب اللي هي أجهزة المكاتب. فالبروتابل اللي هي الأجهزة النقالة زي التابلت، زي اللابتوب، زي الايباد، زي التليفون، هذول كلهم بسميهم مايكرو كمبيوترز وبروتابل، بتكون نقالة. ديسكتوب اللي هي أجهزة
زي كيف جهاز الكمبيوتر العادي، لكنها توضع المكاتب في مكاتب العمل إلى آخره. داتا، طب شو هي الداتا؟ داتا اللي هي المعلومات اللي هي عبارة عن الرو ماتيريال، يعني المواد الخام، خلينا نحكي اللي بستخدمها عشان أعمل information. إذا مهم أعرف إنه الداتا هي رو ماتيريال، يعني مواد خام تقريبا، أو كيف مثلا عندنا شيء نيئ وبكون هيك مادة خام بس أطبخه بيستوي وبيعطيني information. هيك تخيل إنه الداتا هي عبارة عن إشي نيئ، هيك إشي نيئ بعدين أنا بطبخه وبعطيني information، فهي الرو ماتيريال used to create information. طيب الابليكيشن سوفتوير، رح نحكي عن مصطلحين برضه، خلينا هيك نعطيهم لون تاني، ايش اسمه ابليكيشن سوفتوير وايش اسمه سيستم سوفتوير. طيب شو هو الابليكيشن سوفتوير وشو هو السيستم سوفتوير؟ الابليكيشن سوفتوير، طيب او قبل ما نحكي عن السوفتوير، بدنا نعرف انه الجهاز الكمبيوتر يقسم الى قسمين، ايش اسمه هاردوير وايش اسمه سوفتوير. طب شو الهاردوير وشو السوفتوير؟ بتذكر حتى ممكن اخذناها بالمدرسه. الهاردوير والسوفتوير، الهاردوير هي عباره عن اجهزه ملموسه، يعني اشياء ملموسه، سواء بتعمل على تنظيم اجهزه الكمبيوتر، بدخل فيها معلومات الى الكمبيوتر وبستقبل منها مخرجات من الكمبيوتر، زي الكيبورد، زي الماوس، زي مثلا الشاشه، زي الكيس اللي حكينا عنه، السي بي يو اللي هو سنترال بروسيسنج يونت، هذول كليتهم بسميهم هاردوير، يعني اشياء نوعا ما ملموسه. سوفتوير اللي هي خلينا نحكي الابلكيشنز، الاشياء اللي داخل الحاسوب، رح نحكي عنهم السيستم سوفتوير، الابلكيشن سوفتوير، كل هاي الامور، يعني هي خلينا نحكي انها هي عباره عن برامج داخل الجهاز بتقوم بانها يعني بتأدي وظيفه الجهاز. الهاردوير هي اشياء ملموسه، يعني أجهزة بتأدي وظيفة برضو الجهاز. فبدنا نعرف نميز بين الابليكيشن سوفتوير وبين السيستم سوفتوير. شو الفرق بين السيستم سوفتوير والابليكيشن سوفتوير؟ طب قبل ما أحكي عن الابليكيشن سوفتوير بدي أحكي بالأول عن السيستم سوفتوير. السيستم سوفتوير is a software used to interact between the user programs and the computer. كيف يعني؟ يعني هي عبارة عن خلينا نحكي كيف مثلا، يعني هي عبارة عن جسر، ماشي؟ هي عبارة عن جسر، هذا الجسر بوصل بين الكمبيوتر والأجهزة المستخدم. كيف يعني أجهزة المستخدم؟ مش مقصود إنه جهاز كمبيوتر، لا، أجهزة برامج المستخدم، عفوا برامج المستخدم، برامج اللي داخل الجهاز عشان أقدر إني أنا أطبقها على الجهاز لازم يكون عندي شيء اسمه سيستم سوفتوير، زي الويندوز، في عنا ويندوز 7، ويندوز 8، ويندوز، هاي الأشياء. يعني كيف مثلا إحنا لما نشتري آيفون على سبيل المثال، أو الجهاز ما بيشتغل بدون اي كلاود، ونفس الاشي كأنه الاشي الاي كلاود تبع الكمبيوتر اللي هو السيستم سوفتوير زي الويندوز. اما الابليكيشن سوفتوير هي برضه اشياء بتساعدنا في انه احنا نقوم مهام تعملنا بيرفورمز تاسك لايك وورد بروسيسنج اور داتابيز مانجمنت، اللي هي مثلا بقوم فيها بطباعة، بكتابة الكلمات، بمعالجة الكلمات اللي داخل الكمبيوتر، اللي هي مثلا زي المايكروسوفت وورد، زي المايكروسوفت تيمز مثلا، بدي اكتب مقالة رح اكتبها على الوورد عشان اقدر اطبعها، هاي بسميها ابليكيشن سوفتوير، يعني برامج، خلينا نحكي برامج بتقوم في مهام الحاسوب لكنها بتضلها برامج، مش زي السيستم سوفتوير اللي هو الاساس عشان هاي البرامج الابليكيشن سوفتوير تقوم في عملها. ان شاء الله تكونوا فهمتوا يعني. طيب اذا هيك خلينا ناخذ مثال عشان توضح لنا الصوره. سيستم سوفت وير زي ويندوز، ويندوز 8، ويندوز 7 الى اخره. الابلكيشن سوفت وير اللي هي زي المايكروسوفت وورد، زي المايكروسوفت تيمز وهكذا. طيب بحكي لي التمبوراري اور فولاتايل ستورج از اولسو نون از رام. الرام اللي حكينا عنها فوق بحكي لي انه هي عباره عن التخزين، او خلينا نحكي مساحة التخزين المؤقتة، والفوليتايل المتطايرة، يعني بخزن هذا الرام اللي هي قدرة هذا الجهاز على إنه يخزن معلومات لكن بشكل مؤقت، ورح نتفصل في الموضوع لتحت شوي. خلينا نكمل. طيب the most common input hardware for personal computers are mouse and keyboard. حكينا شو هو الهاردوير، حكينا هيك الأجهزة الملموسة اللي بتقوم في مهام الكمبيوتر زي الكيبورد زي الماوس. هي بيحكي لي إنه طب شو أكثر most common أكثر هاردوير شائعين
في البيرسونال كمبيوترز اللي هي الكمبيوترات الأجهزة الشخصية زي اللابتوب زي الكمبيوتر عادي اللي كان موجود زمان لحد هلأ موجود بس بطلنا نستخدمه كثير، اللي هو اللي هم أكثر هاردوير شائعين اللي هم الماوس والكيبورد. طيب the two main parts of the system unit are، يعني بيحكي لي إنه أعطيني هذا السيستم، أعطيني هذا الجهاز، فيه شغلتين أساسيين كيف مثلا جسم الإنسان الأشياء هيك خلينا نحكي، طبعا كل شيء مهم في جسم الإنسان كل الأعضاء، لكن بدي أسميهم المين بارتس في جسم الإنسان أو مين أورغانز اللي هم القلب والدماغ. شو القلب والدماغ تبع السيستم؟ السي بي يو اللي هي سنترال بروسيسنج يونت، وحدة المعالجة المركزية اللي هي كنا نسميها زمان الكيس، أو الميموري اللي هي الميموري اللي هي الذاكرة، قدرة هذا الجهاز على التخزين، ورح نتفرع فيهم أكثر. طيب ناخذ شو تعريف الكمبيوتر. الكمبيوتر بيحكي له عبارة عن كوليكشن، مجموعة من إلكترونيك سيركتس، يعني من دارات كهربائية and devices وأجهزة كهربائية، ذن هو مجموعة من أجهزة ودارات كهربائية، هاي أول تعريف. طيب تاني شغلة بيحكي لي برضه كمان الكمبيوتر يعتبر an intelligent machine، يعني آلة ذكية جدا، يعني إيش منطقي صراحة. طيب هاي تاني تعريف. ثالث تعريف الكومباينيشن، هو مجموعة اتحاد من هاردوير وسوفتوير، والهاردوير حكينا عنه والسوفتوير حكينا عنه. طب كومباينيشن يعني السوفتوير ما بستفيد منه بدون هاردوير، والهاردوير ما بستفيد منه بدون سوفتوير. يعني مثلا عندي سوفتوير، عندي ويندوز، طب ما فيش عندي اصلا كمبيوتر، فيش عندي شاشة احمل عليها الويندوز مثلا، ما فيش عندي كيبورد ادخل المعطيات اللي بدي اياها على الابليكيشن سوفتوير مثلا، وهكذا. The information، المعلومات اللي بيقدمها الكمبيوتر لازم تكون هيك في إلها شرطين. أول إشي يعني يا جهاز يا كمبيوتر بدك تقدم لي معلومات تكون أول إشي must be available at the right time and useful، يعني بتعطيني معلومات في الوقت اللي أنا بحتاجه في الوقت المناسب، وبتعطيني إياها تكون مفيدة. يعني على سبيل المثال أنا بدي عندي مثلا بكرة امتحان رياضيات، بدي أحسب 20 ضرب خلنا نحكي 10999 أي إشي، وما بقدر أحسبها غير على الآلة الحاسبة، نفترض إنه شلنا آلات حاسبة، يعني غير على الآلة الحاسبة اللي على الجهاز الكمبيوتر. ورحت أنا أدخلت هذا المعطى 20 ضرب 10999، أعطاني المعلومة بعد يومين وأنا كنت مخلصة الامتحان، فبالتالي هي مش في وقت مناسب، أنا ما بدي إياها. إذا بتعطيني المعلومة في right time، في وقت صحيح، في الوقت اللي أنا بحتاجها وتكون useful مفيدة. ثاني شغلة should have a good accuracy، يعني تكون دقيقة جدا، يعني مش أحكي لك 20 ضرب 10 مثلا تحكي لي إنها 2000، هاي ليست معلومة دقيقة، وهكذا. طيب CPU حكينا central processing unit، CU اللي هي control unit حكينا عنها فوق على فكرة، بس إيش صح حكينا عنها بس ما رح نفهمها بدون ما نعرف شو وظيفتها، بدون ما نعرف عن السي بي يو. طيب السي بي يو سنترال بروسيسنج يونت، وحدة المعالجة المركزية. الوحدة المعالجة المركزية يعني خلينا هيك نشرحها شوي على إشي قريب إلنا. تخيل إنه في عندي خلية، والخلية مين بتقوم أو بتنظم مهمة الخلية؟ النواة داخلها. الخلية اسمها سي بي يو سنترال بروسيسنج يونت، وحدة المعالجة المركزية، والنواة هاي اسمها سي يو اللي هي الكنترول يونت، تستخدم إنها تتحكم في السي بي يو كومبوننتس، يعني كيف بالضبط كيف انها النواة بتتحكم في وظائف الخلية وعمليات المعالجة في الخلية، شو الاشي اللي بتحكم في في المعالجة في وحدة المعالجة المركزية، هيك النواة تبعتها اسمها السي يو. طيب اللي هي الكنترول بتتحكم في البروسيسز، العمليات اللي بتصير في السي بي يو كومبوننتس، في مكونات السي بي يو. طب السي بي يو بتكون من 3 أشياء رئيسية، بتكون من اشي اسمه ALU اللي هو Arithmetic Logic Unit رح نحكي عنها، وبتكون من إشي اسمه Registers رح نحكي عنه، والCU CU حكينا عنها اللي هي Control Unit. الALU اللي هي Arithmetic Logic Unit، شو هي Arithmetic Logic Unit؟ اللي هي الوحدات المسؤولة عن إنها تقوم بالعمليات المنطقية والعمليات خلينا نحكي الحسابية الرياضية، اسمها Arithmetic Logic Unit. Logic يعني منطق، Arithmetic مش عارف المهم واحد يعني Arithmetic Logic Unit بتقوم في عمليات الحسابية الرياضية والعمليات الأشياء المنطقية داخل الجهاز. الريجسترز هلا رح نحكي شوي لقدام عن الميموري والمين ميموري والسيكندري ميموري،
لكن بدنا ناخذ بعين الاعتبار ان في هيك شيء اضافي اسمه ريجسترز، هذا هيك خلينا نسميه في حالات الطوارئ. شو يعني في حالات الطوارئ؟ يعني للتخزين السريع او للتخزين عند الاحتياج السريع. يعني كيف السجل مثلا لما انا بحضر فيديو على اليوتيوب، هذا فيديو اليوتيوب طلعت من اليوتيوب انا ورجعت دخلت على اليوتيوب لقيت انه الفيديو رايح مش موجود يعني عندي على الشاشه، فبدي ارجع اكمل هذا الفيديو بدل ما اروح على السيرش وارجع اكتب من اول بجديد ايش بدي اعمل، بفوت على السجل وبلاقيه موجود ولحد وين وصلت. نفس الفكره تقريبا 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 يعني مش كثير بس عشان توضح لكم انه هي للتخزين لكن للتخزين السريع. طيب هاي الميمرو صحيهم. طيب ايش كمان برضو بحكي لي السي يو، حكينا عنها الكنترول يونت اللي هي النواة داخل السي بي يو. طب ذا مين ميموري، المين ميموري اللي هي، طيب خلينا نحكي شوي، في عندي شيء اسمه المين ميموري اللي هي اللي نسميها الذاكرة الرئيسية، وش اسمه سيكندري ستورج او التخزين الثانوي، او بسميها البرايمري ستورج. المين ميموري بسميها البرايمري ستورج، التخزين الاولي، والماجنتيك ديسك بسميه سيكندري ستورج اللي هو التخزين الثانوي. طيب المين ميموري اي شيء بقوم فيه على جهاز الكمبيوتر بروح بتخزن في المين ميموري، اي شيء، كل شيء فتحت تطبيق بروح بتخزن في المين ميموري. لكن انها ميزات هاي المين ميموري، اول شيء could be temporarily or permanent، يعني ممكن انها تكون مؤقته ممكن انها تكون دائمه، بس ايش اللي دائمه فيها؟ كثير مهم نفهم هاي النقطه. الدائم فيها الاشياء اللي ما بتتغير، يعني مثلا عن اليه تشغيل الجهاز، اليه اطفاء الجهاز، هاي بتكون بيرمننت موجوده في المين ميموري لكنها بيرمننت دائمه ما بتتغير. يعني مش لما اكبس شت داون الجهاز مش راح يطفي لانه الجهاز نسي كيف راح يطفي، لا هي بتكون بيرمننت دائما موجوده. او تيمبورارلي اللي هي بشكل رئيسي اصلا بدنا نحكي عنها انها تيمبورارلي اللي هي انها مؤقته، يعني مجرد ما طفيت الجهاز حتروح هاي المعلومات، برجع بضويمة ما رح ألاقيها موجودة. طيب هلأ is used to store the user programs اللي هي برامج المستخدم and data والمعلومات والليرنينج، طول ما الجهاز شغال بتخزن، لما الجهاز يطفي بروح اللي خزنته. هعشان هيك يعني أي إشي بدخل على السريع بدخل على المين ميموري لكن بروح temporary مؤقت، مجرد ما طفيت الجهاز بروح. بناء عليها بدنا نرجع شوي لفكرة الريجسترز اللي هي كيف السجل، انه طب ماشي هاي انا بخزن في المين ميموري وبخزن في الريجسترز. الريجسترز اللي هي نوعا ما بيكون اسرع من المين ميموري، عشان هيك حكيت انه في حالات الطوارئ انا بدي اشي سريع بروح بتخزن في الريجسترز في الاشي اللي زي السجل اللي موجود في السي بي يو، وبتخزن طبعا في المين ميموري لكن اسرع اني اوصل له في الريجسترز. ناس كثير هيك ندخل في معلومات انه احنا مش طلاب اي تي. طيب ثاني شيء الماجنتيك ديسك اللي هي السيكندري ستورج بسموها، رح نحكي عنها امثله عليها. المايكرو كمبيوترز حكينا زي اللابتوبس، الكمبيوتر فيروس اللي هو الفيروس اللي داخل الجهاز has the ability to link itself to other programs، يعني عنده قابليه انه يربط حاله فيروس عادي، كيف الفيروس بيدخل جسم بصير يتضاعف والى اخره بيربط في اكثر من خليه، نفس الاشي الفيروس هاد بيربط نفسه مع اكثر من برنامج داخل الجهاز. هلا ذا سكند بلاستر، طب شو هو السكند بلاست الساوند، شو سكند ساوند بلاستر is an output unit only. شو هو الساوند بلاستر؟ هاي هيك قطعة موجودة جوا الجهاز، يعني مش أشياء إحنا بنجيبها، أشياء هي قطعة موجودة جوا الجهاز وظيفتها إنها تطلع الصوت بأحسن جودة، هاي كواليتي يكون. يعني مثلا أنا شابكة سماعات على الجهاز بطلع صوت، لكن إيش الإشي اللي بخلي الصوت يطلع بجودة عالية واضح اللي هي الساوند بلاستر، وبحكي لي انها output unit only، وحدة اخراجية فقط. يعني ما بقدر انه انا اذا سجلت يتسجل الصوت فيها مثلا انه الى اخره، هي فقط وحدة اخراج. طيب المايكرو كمبيوترز من عيد في المعلومات the smallest computers اللي هي كمبيوتر صغيرة تستخدم for personal use، تستخدم mainly for personal use، تستخدم عادة للاستخدام الشخصي. الرام كمان مرة من عيد، طبعا الرام هي نفسها هاي المين ميموري، في عندش اسمه التيمبورار اللي بتكون الرام والبيرمننت بسموها الروم، بس بدناش نعرف هاي المعلومات ما بدناش دخل فيها. الرام هي الميموري يونت، وحدة ذاكرة ذات ستور انفورميشن، تخزن المعلومات where you can write to it and read from it،
يعني بتخزن المعلومات محل ما انت بتقدر تقرأها تقدر تكتبها ايش زيك، بس بنعرف انها يعني يعني مؤقت، تعمل تخزين مؤقت للمعلومات. الكمبيوتر فيروسز اللي هي فيروسات الكمبيوتر هي عبارة عن بروجرامز، برامج تكتب ريتن عشان تدمر السوفت وير بروجرامز، يعني برامج السوفت وير بتدمرهم. مين اللي بتدمرهم؟ فيروسات الكمبيوتر. طيب الانبوت يونتس اكزامبلز اللي هي وحدات الادخال، خدناهم بالمدرسه، الكيبورد، الماوس، السكانر. طيب الافري ليتر requires 1 بايت تو ستور ذا وورد. طيب شو يعني؟ في عندي وحده قياس او وحده تخزين بسموها البايت، كيف عندنا ميجا بايت وكيلو بايت ومش عارف ايش، بس بدنا نطبقها شوي، بدنا ناخذها على مجال التخزين. بحكي لي كل حرف بكتبه بيحتوي على 1 بايت، يعني حرف ال N فيه 1 بايت عشان اخزن الكلمه طبعا. طيب هلا فور اكزامبل مثلا كلمه سمر 1 2 3 4 5 6 احرف، وبالتالي فيها 6 بايتس. وبحكي لي لو ادينا هيك نتفرع اكثر في موضوع البايت، البايت هو عباره عن 8 بيتس، يعني مش ضروري نعرف معناها بالعربي، بس انه ال1 بايت فيها 8 بيتس. فهيك بيجينا سؤال ذكي سريع رياضيات بحكي طب كلمه سمر اللي فيها 6 بايتس كم بيتس فيها؟ بضرب 6 ب 8 48، ايش كثير سهل. ف 48 بيتس ار ريكوايرد، بحتاجها عشان اخزن كلمه سمر، يعني ملتيبلايد باي 8 بضربها في 8 نعيد. طب ماشي ناخذ مثال ثاني سريع، كلمه نور مثلا مش انا فيها 4 احرف صح، 4 letters، يعني 4 تساوي 4 بايتس. طيب البايت الوحده فيها 8 بيتس، طيب معناته كلمه نور كم بت فيها؟ انا بدي اعرف كم بت توتالي هيك عندي، بروح بضرب 8 ضرب 4 كم كم كانت 32 32 بيتس. طيب هذا ايضا الرام is a part of the system's hardware. طيب كيف يعني جزء من السيستم هاردوير؟ هلا الرام بتكون مش عارفه، خليني اجيب لكم صوره الها، نروح نجيبها من جوجل. هيها على فكرة أنا جايبت لها صورة أصلاً، هاي هي الرام، يعني تكون قطعة عادي، يعني هيها فهي بتكون بسميها هاردوير، يعني من الأشياء الملموسة. يعني صراحة أنا معرفش معناها بالعربي حرفياً الهاردوير، لكن يعني the most widely used type of computer is microcomputer. أكثر أنواع الكمبيوترز اللي تستخدم الميكروكمبيوترز اللي هم اللي إحنا بنستخدمهم، التابلت، الآيباد، اللابتوب إلى آخره. Another name for the keyboard، الماوس، المونيتور، اللي المونيتور اللي هي الشاشة، and system unit اللي هي خلينا نحكي وحدة الجهاز اللي هي الكيس كأنها، اللي هي شو الهاردوير لهم، يعني دول كليتهم بنضموا تحت اسم الهاردوير. طيب secondary storage examples، secondary storage هي اللي حكيت عنها رح نرجع لها رح نحكي عنها، اللي هي الماجنتيك ديسك أو secondary storage، أمثلة عليها الفلوبي ديسك بسموهم الأقراص المرنة، الديفيديز، الديفيدي سيديهات، الهارد درايفز اللي درايف تبعنا. طيب one major difference between primary and secondary storage. طب شو الفرق بين primary storage اللي حكينا عنها المين ميموري، بين secondary storage اللي سميناها الماجنتيك ديسك؟ إنه primary storage is temporary يعني مؤقتة، وحكينا السكندري ستورج ما حكينا فكرة انه السكندري ستورج هي بيرمنت دائمة. كيف يعني دائمة؟ يعني دي في دي بقدر ان انا اخده ادخله، يعني ادخل في الجهاز وانزل عليه تطبيقات، انزل عليه مثلا فيديوهات صور، وتضلها موجودة دائمة عندي وقت ما بدي برجع بشغلها، بس بتضلها محفوظة على الدي في ديز. فبدي اعرف انه السكندري ستورج بتكون دائمة بيرمنت يعني دائمة، والبرايمري ستورج بتكون مؤقتة.
طيب the ALU Arithmetic Logic Unit بتقدم لنا Arithmetic and Logical Operations، عمليات منطقية وحسابية رياضية إلى آخره. هلأ all the information used by the processor is loaded first into the RAM. حكيناها الرام اللي هي سميناها المين ميموري. أي كل العمليات أو أي عملية الشخص بيقوم بإدخالها على الكمبيوتر، بيفتح برنامج، تتم معالجتها ووضعها في الرام بشكل أساسي اللي هي المين ميموري. طيب الـ pointing devices examples اللي هي بتكون أجهزة التأشير. شو هي أجهزة التأشير؟ الماوس، التاتش سكرين اللي هي التاتش سكرين اللي في الآيباد مثلا في التلفون، هاي تاتش. التراك بول، هاي هي التراك بول، جبتكم صورة إلها، هيك بتكون يعني زي عجلة، بتكون أصلا موجودة في الماوس، كثير كنا زمان نستخدمها. طيب الـ output devices اللي هي أجهزة الـ output، أجهزة الإخراج، هي الـ general name للأجهزة for devices that convert، بتحول الـ machine readable information يعني المعلومات اللي قادرة تقرأها الجهاز أو آلة الكمبيوتر، اللي قادرة يعني عيد كمان مرة، المعلومات اللي الجهاز قادر يقرأها، يتم تحويل هاي المعلومات الجهاز قادر انه يقرأها الى معلومات قادر انه الشخص يقرأها، الانسان الطبيعي. هاي بسميها الاوتبوت ديفايسز. زي هلا رح نحكي عنهم امثله كتير طبعا حكينا، او حتى يمكن زي مثلا زي السبيكر، لا بدناش نحكي السبيكر يعني سكيب، او سبيكر سماعات، زي مثلا الله سبحانه وتعالى محمد، البرينتر، الطابعه، كل هاي الامور بسميها output devices، يعني اجهزه اخراج بتعطيني بتفرجيني الاشياء، بتحول او قادره انها تحول المعلومات اللي المعلومات خلينا نحكي او الاشياء اللي بلغه الحاسوب الى اشي بلغه الانسان، يعني قادر ان الواحد يفهمه. عندي شيء اسمه بلوتر. بلوتر is a specialized output device، يعني هو جهاز output هيك مخصص يقوم بانتاج التشارتس. التشارتس اللي هي الخرائط او الخطط، المابس، الخرائط، and high and very high quality drawings اللي هي الرسومات اللي بتكون جودتها كتير عالية، لكن فكرتها انها هي بتقوم في انتاج التشارتس، الخطط او الخرائط، المابس، الخرائط الكبيرة بتكون احجامها كبيرة زي هيك، هيهم، و very high quality drawings الرسومات بالاحجام او خلينا نحكي بالكواليتي العالية جدا. The computer may be infected with a virus because these two reasons، يعني بحكي لي الجهاز ممكن انه يصاب infected بفيروس بسبب سببين، او يعني له سببين عشان ينصاب بفيروس. اول اشي بتكون يعني الشخص مالك الكمبيوتر تحمس زيادة و downloaded او download files from internet، حمل ملف من الانترنت لانها بتكون مجهولة المصدر فبكون في معها فيروس، أو using infected disk يعني استخدم CD, DVD, USB أي إشي الفلاشة اللي هي استخدمها وكانت infected أصلاً فيها فيروس فنقلت هذا الفيروس على الجهاز. الماكسيمم كاباسيتي للفلوبيك ديسك اللي هم حكين عنهم من الأمثلة على السكندر ستورج إكسامز، فلوبيك ديسك، فلوبي ديسك اللي هي بسموها الأقراص المرنة، كم سعتها؟ 1.4 ميجا بايت. شوف الله هاي الأشياء هنا سريعا بحكي لي ايش هاي الاجهزه. رقم واحد بسميها المونيتور اللي هي الشاشه، رقم اثنين اللي هي المودم اللي هو بيعمل على شبكه الانترنت على الجهاز، رقم ثلاثه اللي هي السي بي يو السنترال بروسيسنج يونت وحده المعالجه المركزيه، رقم اربعه اللي هي الماوس، رقم خمسه اللي هي السبيكرز السماعات، رقم سته اللي هي البرينتر الطابعه، ورقم سبعه اللي هي الكيبورد. وهيك بنكون انهينا الموضوع الاول. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.